طيب هل دلوقتي مستعد ان انت تهيئ نفسك تكون مدرب ناجح؟ مستعد. لو مستعد مستعد ليه؟ هو هدف انت مستعد. طب انا مستعد عايز تكون مدرب ليه؟ هو هدف ان انت تكون مدرب ورقه. هل يكون ايه الفرق بين المدرب والمدرس؟ المدرب بيستخدم انشطه داخل المدرس. انا عارف المدرب بيستخدم انشطه، بس انت عندك في التدريب في انشطه. هل احنا هنعرف الانشطه اللي بيستخدمها المدرب؟ ممكن محمد يوريك كده دي بتاعتي اللي عملها اول مره، اول مره كده. تقول له كده
شوية أسئلة عن المادة نفسها. بمعنى إيه؟ مثلا إيه معنى التي أو تي بالنسبة لك؟ إعداد المدربين، إيه معناه بالنسبة لك؟ طيب إيه المهارات اللي ممكن يكون محتاجها المدرب؟ إيه هي مواصفات المدرب الناجح؟ الحاجات دي كلها خلال الكورس تتعرف. هما بيحصل إيه؟ اختبار، اسمه اختبار قبلي واختبار بعدي. اختبار قبلي واختبار بعدي. ليه؟ هما بقى اللي بيدرب الاختبارات دي للمدربين نفسهم. لما بتشوف الاختبارات دي يعني بتاخدها من الناس وتخليها عندهم وتشوف هل الناس افادت ولا لا. ده البعد صح؟ للبعد. بعد طبعا. عندهم الاختبار القبلي وعندهم الاختبار البعدي. بيشوفوا كل متدرب هل استفاد ولا لا؟ طب بيشوفوا المتدرب استفاد ولا لا ليه؟ شوفوا ليه؟ تقييم المدرب ممكن، ايه تاني؟ التأكد من تحقيق الهدف التدريبي. التأكد من تحقيق الهدف التدريبي، ايه تاني؟ تطبيق. تطبيق مهم جدا. تطبيق مهم. تقييم المدرب ده صح بس بيبقى مش الواحد المدرب. بس الاخر خالص زي ما احنا كده نعرف في نهاية الكورس في تقييم المدرب الخاص عليه. فكده ممكن هل انا هعمل اختبار قبلي ولا لا؟ طب لما هعمل اختبار قبلي هل انا اللي مجهزه ولا انا جاي؟ مهمة جدا. انا مجهزه ولا جاي؟ اكبر خطا يقع فيه المدربين المواد التدريبيه الجاهزه. ممكن طبعا تستعين ببعض المواد التدريبيه. لا مش عيب خالص، كل المدربين يستعينوا ببعض المواد التدريبيه. بس ليه؟ علشان يجيبوها هم يجيبوها ويعرضوها ولا علشان يشوفوا هم ممكن يحطوا ايه ويزودوا ايه؟ فده مهم جدا ان انت تكون الاختبار القبلي تحاول على قدر الامكان لو انت اصلا مش عارف تنفذه تسال فيه، ولو انت عندك توقعات لاسئله معينه حطها قدامك وحط ان انت مستني النتيجه ايه؟ الاختبار القبلي مش حاجه صعبه خالص. انت بتشوف الناس كان فكرها ايه عن الماده التدريبيه دي اللي انت بتديها لهم او الكورس اللي انت بتدي لهم قبل الكورس وبعد الكورس. معظم الاسئله دي بتتعاد بس بطريقه ثانيه، اجاباتها بتتعمل ازاي؟ مش محتاجه ان انت تبقى دارس وعايز الناس، لا احنا مش عايزين ناس. دي حاجه بتبقى دي. طب ده عاملها امتى؟ انت مثلا في الشركات المؤسسات الكبيره المؤسسات الخاصه الحكوميه طبعا بتحصل، في الجامعه بتحصل، حاجات كتير كويسه تمام؟ لكن ممكن كورس انا جاي اديه. كورس انت رايح تديه في مدرسه. هل لازم اعمل اختبار قبلي؟ اه. حتى الكليه هل ستبني اختبار قبلي ولا لا؟ يعني ده الموضوع ده مش شرط، مش لازم. طيب يبقى انا عارف ان انت اللي عندك اكتر من موجود في الماده، دي حاجه هتوجهه لمين؟ دي حاجه ثانيه هتجري اختبار قبلي ولا لا؟ طب لو انت بتدي ماده تدريبيه بسن معين وحد قال لك انا عايزك تدي لسن اعدادي، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا،
السن عامل بالنسبه لي. السن عامل بالنسبه لي ازاي؟ يعني انا قلت النهارده دار رساله انا عندي كورس في كذا، تمام كده؟ لو حضرتك بتتكلمي في تحديد فئه عمريه ده اللي بتشوفي دار رساله او المكان نفسه، لا خلي بالك ان محتاجين مثلا الكورس ده الفئه العمريه كذا او حد ابتدائي حد ابتدائي وكذا. طب دار رساله قالت ما قالتليش اصلا فئه عمريه، انا المفروض من بعد مثلا التدريبيه ابقى عارف الكورس ده مين هيستفاد منه، تمام؟ ولما يقراه حد عنده 50 سنه يفهمه، حد عنده 20 سنه يفهمه، حد 18 سنه. لا يعني خليني اكمل، هو مش قرايه بس اصلا في الشرح بتاعنا كمان. دي عن تجربه. الموضوع ده عن تجربه. انا عملت فعلا ماتيريال لحاجه قعد قدامي ويعتبر بدل لسه مش جرب، لان لسه ما خدتش تدريب تاني. فلست لقيت سن 17 سنه معايا وسن حاجه 50 سنه. ماتيريال معين. لا انا تمشي زي الموجه. ايوه محتاج تمشي زي الموجه، وده يعني مش صديق التدريب. هو بيبقى حلو للي قاعد، للي قاعد حاسس ان هو مستفيد، كبير مستفيد وصغير مستفيد. لكن دلوقتي انا علشان اروح، انت من حقك كمدرب ان انت تسال الجهه اللي عايزاك تجرب كلها الفئه العمريه قد ايه؟ تقريبا قد ايه؟ ممكن تحط خطه شروط، انا عايز اللي ياخد معايا الكورس ده كذا كذا كذا، وتحط انت عايز ايه اللي انت عايز في الكورس. طب انت دلوقتي كترينر خلاص بقيت مدرب بتدرب، انا جيت كلمتك وقلت لك انا عايزاك تيجي تدرب جوه مدرسه، بس ده كان سؤالي. هل اي مدرب ينفع يدي جوه سن كبير ينفع يروح جوه مدرسه اعدادي او جوه مدرسه ابتدائي يدرب فيها؟ مش اي مدرب، مش اي مدرب. المدرب اللي عنده السكيلز ازاي يتعامل مع السن ده، دي مهمة جدا. وده بيبقى يا اما عن طريق ان هو تعامل مع السن ده اكثر من مرة حتى في الحياة العادية، ان هو علمهم حاجة في حاجة. الحاجة التانية ان هو عنده تعدد في الاساليب اللي بيعملها، تعامل ورك شوب زي ما الاستاذ قال هنا اللي هو بيعمله. ممكن اعمل ورك شوب تناسب الاطفال ما تناسبش الكبار خالص. المهم جدا يكون عندي يعني ايه يعني يكون جرب. جه ادى محاضره في المدرسه اللي انا موجوده فيها وقال لي معلش انا اسمي مش هقدر تاني. انا موضوع المدرسه موقفه. الامور مش حاجه سهله. هو جه علشان انا متوقف وكان عايزاك تيجي تدي محاضره عن كذا 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 وتحضر عندنا في المدرسه. انا يعني طالما جوه نطاق الشغل بفصل نفسي عن ان انا عايز اعمله جوه الشغل. تمام؟ هو جه ادى محاضره جميله جدا وعلى قد ما قدر يعني كان عدد زي كده او اكبر اشتغل جزء عمل صغير جدا. بس بعد كده لما حد صديق تاني قال مش قادر اديه مدرسه. مش لازم مدارس مش هينفع، انا ناقص موضوع المدارس. ليه؟ الموقف بالنسبه له لان انت لما تروح تدي سن صغير بتقعد تفكر انا هدخلهم ازاي؟ هكسبهم ازاي؟ انت ممكن تكسب حد كبير، دي ممكن تبقى بسهوله بس تتكلم معاه باسلوب حلو، لكن مش اي حد صغير تقدر تكسبه. كلنا عندنا كبار صغيرين او قرايب او بتشوف انت عشان تكسب اللي قدامك اللي عايز تجيب له حاجه حلوه، واللي ما تخلوش انت عايز تجيب له بس بتحب البالونه، مش عارفه اللي ما تخلو ايه وهكذا. يعني كل واحد ليه مدخل. احنا ككبار كده كل واحد فينا ليه مدخل بتاعه تدخله منه. بس اللي بيحصل ان انت كمدرب بتحاول تكسب الناس كلها معاك. ازاي؟ بتسمع للناس. ولما بتسمع من الناس بتعرف تحكم منهم ده نظام التمثيل ايه؟ وتقدر تتكلم باكثر من نغمه. تكلم البصري تكلمه. تكلم السمعي تكلمه. تكلم الحسي تكلمه.
بتتكلم ثلاثة وأكثر من أسلوب. يعني احنا لو عملنا الاختبار بتاع الأنظمة التمثيلية هنلاقي موجود ما بيننا البصري موجود، السمع موجود، والحس موجود، موجودين. طيب أنا أكسبهم إزاي؟ أكسبهم بطريقة كلام، إن أنا أنوع بين ده وبين ده وبين ده. إزاي أنوع بين ده وبين ده؟ احنا كنا بنقول قبل المادة التدريبية، بس عايزين نتكلم عن المادة التدريبية الأول. المادة التدريبية اللي أنت بتحضرها عبارة عن إيه؟ قسمها لنفسك. 40% قراية، 40% قراية. بص بقى الباقي عشرينات رؤيتك من على النت، إدارة الموقف. يعني إدارة الموقف ده ليك أنت، إدارة الموقف جوه القاعة التدريبية نفسها، دخل فيها عواطفك ولا لأ. شوفوا 40% قراية، 40% قراية، تمام؟ 40% قرايه، 20% عن طريق النت. عشرين في المية من القراية النت اللي أنا هحرك عليه المعلومة ولا لا؟ دي اسمها قراية، اسمها قراية بتقرا كتاب، بتقرا كتاب. لكن أنت النت ده مجرد جبتي مثلا بحثت عن كلمة إدارة الوقت أو التخطيط أو القيادة، لقيتي فلان مثلا محمد كتب عن القيادة كذا 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 كذا، ما تعرفيش مين محمد، بس قريتي وخدتي منه. مش عارفة مين محمد، نزلتي مواد تدريبية جاهزة من على النت، دي كده مش قراية. لكن قراية أنا أجيب الكتاب، أو حتى لو جبت من على النت الكتاب ده جبته، بس أبقى جاي الكتاب ده عارف مؤلفه مين، وأنا حابة أقرا ده. أنا بقرأ 40% قراية، 20% نت، 20% في الموقف نفسه، موقف القاعة التدريبية نفسها، 20% آخر واحدة اللي هي بتحط في لمستك أنت وعواطفك في المادة التدريبية دي قد إيه؟ عواطفك هل بتحطها ومشاعرك في المادة دي بتحطها بنسبة قد إيه؟ 20%. عشان كده قلنا في الأول ممكن تدي مادة أنت مش عايشها ومش حاسس بيها ممكن. لكن الأمر تكون أنت عايشها وحاسس بيها. تمام؟ واضح كده؟ طيب أول بقى ما تبدأ تدرب موقفك جوه القاعة التدريبية، دلوقتي عشت مواقف كتيرة في التدريب، فأنت دلوقتي داخل متوقع أكتر من حاجة من الناس، متوقع إن حد يقعد يسأل كتير، متوقع إن حد ممكن يكون تنس عادي جدا، عادي بتحصل حكيت المواقف دي كلها. متوقع ان حد يقول لك تركيزك ازاي؟ هو ده ايه؟ انواع متدربين كتير، في متدرب اصلا بتبقى شخصيته من الشخصيات اللي هي المبادله اللي هو المشاكس. ايوه ده فاهم الجنيهات، ده فاهم في 2 جنيه هنا وفي 2 جنيه بس. كلام الجنيه بجنيهات، يلا عايزين بقى نحدد. تمام؟ فده مهم جدا، انت بتعرف تدير موقفك جوه القاعه التدريبيه ولا لا؟ تمام؟ بص لو انا محاضره في وقت خلصت انا مش فاهم اي حاجه. جميل جدا، بس تعالى نتكلم تاني على الموضوع ده. اول ما بص اتكلمنا عن كذا، فاكر اول نقطه لما قلنا فيها ده دي كانت عباره عن ايه؟ طب تعالى غير اسلوبك، طب تعالى نعملها بوك شوب، طب تعالى مثلا حد انا بعد ما قلت الاهداف مش واضحه يعني موجوده هنا، قال لك يعني ايه؟ طب تعالى طبقها بقى، اكتب لي هدف كده في حياتك، اي هدف في حياتك وتعالى نقيس شوف الهدف وبعدين تتابعه. ده انت كده خليته يطبق بايده ونشوف ان شروط الهدف اللي هو مش فاهمها دي، هل هو عملها ولا لا؟ بص انت كتبت هنا كذا، فدي كده المفروض هنا الكلمه دي غير مطابقه لشروط الهدف، ان هدفك كده مش واقعي. تمام؟ يبقى انا بغير الاسلوب. ازاي بالظبط؟ المدرس بيشتغل باسلوب التدريب. المدرس بيشتغل باسلوب التدريب لما طالب يقول انا مش فاهم يغير طريقه الشرح تماما. لكن المدرس التقليدي بياخد يعيدها له بنفس الطريقه. هو اكيد طبعا لو انا قلت دلوقتي جمله وعدتها بنفس الطريقه هي. لكن اهم حاجه ان انا واحد. تمام؟
يعني معنى كده ان انا لو حد مثلا مسكت في كده اديله جزء من او ممكن احسسه باهتمام شخصي حتى شخصي معنا بس ان انا ركز معاه قوي اقول طب وده مش ممكن يضايق باقي الناس الموجوده لو انا في مثلا انت بتضايق الناس البعض لو احنا عمالين كل شويه قول كلمه حديثه كل شويه كلمه حديثه كل شويه كلمه حديثه انت محتاج ان انت توقف اثناء ما بتتذكر لك انت بتقول هنقول بس الست وقفات بتوقف ليه؟ بتوقف تاخد نفسك مهمه جدا بتوقف علشان تبص للناس كلها وتلم كده بعينك القاعه كلها وتشوف مين اللي صاحب مين ايه محتاج ان انت توقف علشان تسمع اللي بيسال يعني اللي بيسال وانت باصص له عينك بتجيب القاعه كلها فانت محتاج ان انت توقف في اوقات محدده ما يبقاش كل شويه حد عمال يقف طيب انت مش عايز تزعل حد منك يا جماعه انت في وقت كل الاسئله بتاعتك تتجاوب مش هتخرج من هنا لو انت معاك السكيلز انا عايز كل واحد يخرج من هنا دي الكلمات انت بتكسب بيها المدرب تكسب بيها فعليا مش مجرد انت بتقول تضحك عليه يعني ما تقولهاش وبعد كده ما تسمعلوش ما ينفعش يعني هتقول بقى في بعض المرات او الكورسات لما تبداها ممكن تبداها ازاي تمام؟ طيب هقول لكم بس ساعتها معانا الربع ده 5.5 جنيه هقول الجزء ده وبعد كده نرجع على جزء اعمال شويه طيب انواع المدربين بقى المدرب زي ما قلنا في الاول خالص الجزء ده انا قلته في الاول مدرب التقليد المدرب المياسر ده الجزء ده احنا قلناه في الاول لما كنا بنقارن بين التدريب والتدريس واحنا ما قلناش المياسر نعم ما قلناش المياسر المياسر المدرب اللي بيستخدم بقى الاساسيات التدريب العام وبيبقى معتمد على الخطه بتاعته في التدريب تمام؟ ده اللي هو قلنا عليه مدرب اصلا. طيب ايه مراحل المدربين بقى؟ مراحل المدربين المدرب اول ما بيبدا مدرب مبتدئ مدرب مبتدئ اول ما بيبدا مدرب مبتدئ احنا دايما الناس اول ما بتبدا المدرب العالمي خبير التنميه البشريه لا هقول لكم بس السبب فيها هو دكتور ابراهيم فيا الله يرحمه كان الناس الاساسيه اللي نشروا التنميه البشريه في مصر انا بقول لما التنميه البشريه اساسها الدين عندنا فهي يعني مين اللي طلعها طب هل كان في وقتها حد بيفكر كتير بس كان في ناس بس مش معروفين زيه كان في ناس في الدول العربيه مدربين عرب في ناس اجانب بس كان وقتها انت مركز مع مين؟ مركز مع اللي بتشوفه على طول مركز مع اللي انت اسلوبه شدك فبالتالي بتجيب له كتب فبقى عندك ده وبس ده غلط غلط ان انت يبقى المدرب ده وبس ما ينفعش طيب محتاج وانت بتدرب ان انت تدخل كده روح الدعابه في التدريب معاك. ليه؟ في ناس قاعده بقالها كتير، في ناس حرانه، في ناس زهقانه، وفي ناس مستصعبه الكلام. فانت بتكسر حده ده اللي احنا بنقول عليه انت في اول الدقايق انا بقول انت بتعمل ايه في اول الدقايق؟ انت كده عمال ايه؟ عمال تجوه الطبقات اللي بيننا وبين بعض. ما بقتش دايما. طيب فالمدرب اول ما يبدا مدرب مبتدئ. خليك صادق مع نفسك وصادق مع الناس. بمعنى ايه صادق مع نفسك وصادق مع الناس؟ ما تبقاش لسه بتدرب في اول سنه تكون مدرب عالمي. ما تبقاش لسه بتدرب في اول سنه وتقول خبير التنميه البشريه. خبير ايه؟ حرام والله ان احنا بنسمعه بنشوفه. نعم؟ بعد تاني سنة، لا ده قول بعد 4-5 سنين. لا عشان توصل لحتة الخبير ده بعد 10 سنين. ده أول حاجة المدرب مبتدئ، بعد كده سنتين أو 3 سنين يبدأ المدرب يبقى مدرب محترف. بعد كده يقعد في مدرب محترف يقعد فيها فترة برضه 5 سنين تاني
بعد كده ممكن في ناس كتير عنها بتدير نفسها. من وجهة نظر بعض المدربين يقول انا كده. وقد يكون صدق الكلام. يعني عشان برضو ما نفهمش ان كل بيقول انا خبير مش عارف ايه انا صدق. لا طبعا. بيبقى صدق الكلام. في كلمات ما شفتهاش. انا ما شفتهاش. بتسال على طول في كلمة قصة مدرب كذا او كذا او كذا. الثلاث صح؟ اللي هما مدرب محترف خبير. في بقى مدرب معتمد. في معدة بيت يعني. كويس؟ تمام؟ فأنا اللي بقوله على نفسي. يعني مثلا حصل مرة كنا في برنامج عز الشباب. فكان في حد جاي بياخد مني الاسم. فقال لي خبير قلت له بشرب. مش مجرد اسم البشر انت احساسك بنفسك انت مش خبير مدرب معتمد ده معتمد بالجهاز الفني بس يعني احنا مش عندنا جهاز في جهات مؤجلات حكوميه وفي جهات مؤجلات خاصه وفي جهات تلفزيون وفي وانت اهم حاجه خبرتك انت ايه؟ اكتسبت ايه؟ اتدرب دربت مين؟ دربت كام ساعة في الكلية؟ وقفت مع الناس اتكلمت اكتسبت من الناس مهارات ولا انت خلي بالك دايما بقول ان المستفيد الأول في أي كورس هو المدرب. يعني المستفيد الأول في الكورس بتاعنا أنا. ليه؟ إني هسمع أسئلة كتير منك. شفت ناس كتيرة. هكتسب معلومة من هنا ومعلومة هنا ومعلومة هنا ممكن ألاقي عند حد فيكم حاجة مش عندي خالص. أبقى عايز أدور عليها وأكتسبها. يعني هخلي محمد دلوقتي معايا محمد ورقة الورقة اللي مش أنت اللي عملت الديمو بتاعتك الورقة اللي مش أنت؟ طب عملت إيه محمد؟ بس طب مين كان عمل الورقة؟ طيب عايزين حد يقوم يبدا كده الكورس بتاعه اي يتكلم اي حاجه اي حاجه يتكلم اي حاجه يبقى كام؟ لو اوفر الصف طيب هنفكر دلوقتي لحد ما نرجع بعد البريك اللي هنصلي المغرب ونرجع المغرب على 6 تمام هنصلي المغرب نرجع على طول المغرب البنات يصلوا تحت والمسجد تحت والرجال المسجد ورا على طول تمام فدلوقتي هناخد كده بريك بس البريك دي لحد المغرب ما يأذن من ربع ساعه الربع ساعه دي هنفكر فيها بايه قلنا هنمشي النهارده احنا مشينا على حاجه هنسكنها تبقى معانا الماده اللي انت عايز تحضرها وعايز تدي فيها ومعانا فكر في اي حاجه تبدا تتكلم فيها ونشتري بيها انتباه الناس معايا تمام؟ هنفكر في حاجتين الحاجه اللي حضرتك تختارها واللي حضرتك تختاريها الحاجه الثانيه مين هيجي يقف يبقى كلنا محضرين كده وعايز يشد كده يجذب الانتباه دي اتفقنا؟ هنشوف بقى مين اشطر البنات ولا الشباب؟ طيب هنبدأ مش فارق مش فارق هم مش كده هم مش طيب هناخد بريك بتاعتنا دلوقتي ارجوكم هنرجع 6:15 6:30 مش من كل حاجه نصلي 6:30